اهلا وسهلا بيكم اعزائي الطلبه والطالبات. النهارده ان شاء الله هناخد نموذج استرشادي على شهر مارس. تعالوا نشوف مع بعض. النموذج الاسترشادي عندي بيكون عباره عن 4 اسئله وبيكونوا كلهم اختار تبعا للامتحان. اول سؤال بيقول لي ايه؟ كساره البندق هي رافعه من النوع نقط. هل هي رافعه من النوع الاول ولا توفر الجهد؟ رافعه من النوع الثاني وتوفر الجهد؟ رافعه من النوع الثالث وتوفر الجهد؟ طبعا هنا السؤال مقسوم لشقين، هي رافعه من النوع الاول ولا الثاني ولا الثالث، وهل هي بتوفر الجهد ام لا؟ طبعا كسرت البندق، تعالوا نشوف كده شكلها. بيكون هنا كده البندق اللي انا بحطه، يبقى هنا المقاومه ودي نقطه الارتكاز، وهنا انا بضغط يعني على الذراع كده انا بضغط، يبقى في النص بيكون المقاومه وهنا نقطة الارتكاز وهنا القوة، يبقى في المنتصف المقاومة، يبقى دي رافعة من النوع الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ النوع الثاني، وبما إن هي رافعة من النوع الثاني يبقى بالتالي هي إيه؟ بتوفر الجهد، يبقى كسارة البندق هي رافعة من النوع الثاني وتوفر الجهد. السؤال الثاني بيقول هي رافعة عن نوع نقط، تكون القوة في المنتصف بين المقاومة ونقطة الارتكاز. مين اللي بيكون فيها القوة هي اللي في المنتصف ما بين نقطة الارتكاز والمقاومة؟ هي النوع الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ مهم قوي إن أنا أبقى عارفة الفرق بين النوع الروافع الأول والثاني والثالث. نشوف النوع الأول عندي مين اللي في المنتصف؟ نقطة الارتكاز، والنوع الثاني بيكون المقاومة هي اللي في المنتصف، أما النوع الثالث بيكون القوة هي اللي في المنتصف. هنا بيقول لي مين القوة هي في المنتصف، يبقى دي روافع النوع الثالث. سؤال رقم 3 بيقول لي الملقاة من الروافع التي تستخدم لإيه؟ تكبير القوة، تكبير المسافة، الدقة في العمل. أنا قلت إن المناقيد بستخدمها تبع أهمية الروافع لأنها تساعد على الدقة في العمل، إن أنا أقدر إن أنا أحمل أو أقوم بالإمساك بالأشياء الصغيرة جدا. السؤال الرابع بيقول رافعة طولها 20 سنتيمتر، تقع نقطة الارتكاز في المنتصف، طول ذراع المقاومة ايه؟ 5 سنتي، 10 سنتي، 20 سنتي، ام 15 سنتيمتر؟ هي طول الرافعة 20 سنتي، وبيقول لي ان نقطة الارتكاز بتقع في المنتصف بالظبط، والرافعة كلها 20 سنتي، ونقطة الارتكاز في المنتصف، يبقى اكيد ذراع المقاومة بيساوي ذراع القوة لأن نقطة الارتكاز في المنتصف، فبيكون ذراع المقاومة والقوة قد بعض، يبقى بالتالي طول ده بيساوي طول ده، يبقى 20 هقسمها على الاثنين هيطلع طول ذراع المقاومة وطول ذراع القوة 10 سنتيمتر. وبكده نكون خلصنا الـ4 أسئلة الاسترشادية بتوعنا.